طبعا سيكون التوتر ما بين الصحفي والسياسي، طبعا سيستمر التوتر بين الصحفي والسياسي، وليس هذا التوتر وليد اللحظة ومشي وليد الماضي فقط، ولن يقف بعد هذه الندوة. لذلك ما دام نحن أمام فاعلين مختلفين في المصادر النفوذ في الوظائف في الأدوار، لا يمكن أن يكون هناك سياسي بدون صحفي، وممكنش يكون صحفي بدون سياسي. إذن نحن أمام علاقة أولا حتمية، علاقة يشوبها بعض المد والجزر، علاقة يمكن تشوبها لحظات هدوء ولحظات عواصف. طبعا هذه العلاقة جزء منها مرتبط بطبيعة النظام السياسي وقواعد اللعبة السياسية وكيف يمكن أن تحدد هوامش الفاعل السياسي والفاعل الإعلامي. لذلك اليوم نحن أمام علاقة اللي تحتاج دائما إلى الدراسة وإلى المتابعة، وأن هذا النشاط اليوم يدخل في هذا الإطار، إطار تحديد هذه العلاقة. إلى بقينا في هذه الازدواجية ديال الصحافي السياسي، حنا مقررون جميعا بأن ليس لا الصحافة منزهة ولا السياسيين منزهين. كاين طبيعة الحال واحد طيف واسع من الإشكالات ومن الأعطاب التي تضرب الصحافيين قبيلة الصحافيين وتحفظي على كلمة شوفت إلى السياسيين ميليشيا السياسة. أنا ما رأيت أساسي الله رحمه العظيم الساري كان دائم يقول الإعلام هو قاطرة الديمقراطية، لوكوموتيف لا ديمقراسي. ومن كتقول الإعلام هو قاطرة الديمقراطية ما كتلغيش الفاعل السياسي ولا الفاعل الاقتصادي ولا الفاعل الثقافي ولا الجمعوي، ما كتلغيش. لكن الإعلام بحكم التماس ديالو مع جميع الفاعلين وبحكم أنه ستنسيبور حامل كاين قلب هاد الصحافي. دابا الأغلبية كنلاحظ كيهضروا غير الصحافة المكتوبة، يعني انكونسيامون يغيدوي لا ميسيون ولا ليكزيرسيس جورناليستيك في لا بريس إكريت. ما كيهضروش على الإذاعات وعلى التلفزيون، ساشون كو التلفزيون هو اللي عنده القدرة على التأثير، لأن علاش يسيب لا ماس لو كرون بوبليك. أعتقد بأن موضوع علاقة الصحفي بالسياسي هو موضوع شائك بالنظر إلى البيئة التي يشتغل فيها السياسي والإعلامي، أي أقصد البيئة السياسية والبيئة الاجتماعية والبيئة الثقافية والبيئة الاقتصادية. ولكن على العموم هذه العلاقة لا يجب أن ننظر عليها من منطلق توجسي، من منطلق الخوف أو التخوف من وجود علاقة أو رابطة بين السياسي والإعلامي، لأن السياسي بقدر ما هو فاعل يقوم بأدوار ويقوم بوظائف تمثيلية سواء داخل الجماعة أو داخل البرلمان أو من خلال تدبير الشأن العام، بقدر ما هو كذلك مطالب بأن ينقل خطابه ومشروعه وتصوره وموقفه إلى الرأي العام. ولكي يصل هذا الموقف وهذا التصور وهذا المشروع وهذا الخطاب للرأي العام يجب أن يلجأ إلى وسيلة إعلامية وإلى إعلامي أي صحفي. أما الذي يراد اليوم من الممارسة الصحفية في المغرب؟ أن يتحول كل الصحفيون وكل المؤسسات الإعلامية إلى وسائل تواصلية، أم أن يؤدي الصحفي والمؤسسات الإعلامية دورهم الطبيعي من خلال فسح المجال للنقاش العمومي بما يحتمل داخل المجتمع المغربي بكل أفكاره وآرائه وما يساهم في رفاه هذا المجتمع وتقدمه وتوسيع هامش الحرية، أم أننا سنستعمل الإشهار لقتل المؤسسات الإعلامية وتصفيتها اقتصاديا، ونستعمل القوانين كل القوانين من أجل إسكات صحافة وصوت الصحفيين. نشط اليوم اللي الموضوع ديالو هو السياسي والصحفي سوء الفهم الكبير، وثاني نشط كنظمو المركز بعد النشط الأول اللي كان حول موضوع العلاقة بين القضاء والإعلام.
هذا النشاط يأتي في إطار الأهداف اللي سطرها المركز اللي كتهدف أساسا إلى تقريب الهوى وتقريب المسافة بين مختلف المتدخلين، وهو بالأساس يهدف إلى تفادي سوء الفهم الكبير الحاصل بين السياسي والصحفي نظرا لطبيعة عمل كل واحد منهم.